أخي كريم، تفضل. بعد ما انتهيت من الرقية الحركة لا زالت صح؟ الحركة حتى بعد ما انتهيت من الرقية القتل اهتزاز على ما تدل عليه وجود أن حتى بعد ما انتهينا لا زال التأثير في الجسد كله، مما يدل على أن الجسد كله من أعلى إلى أسفله فيه تأثير، في استحواذ شيطاني، فهمت؟ وأخذ قوته مع السنين ومع قوة السحر، مفهوم؟ إذن أول نقطة هو أن الأذية، نضيف نأكد، الأذية البالغة في كل شيء على مدار السنوات من تعذيب جسدي، روحي، نفسي، مادي عن إثر شيطان، والشيطان جاء بالسحر، هذه واحدة. الثانية هو نخرجك من الشك إلى اليقين، تزداد يقين أن عندك من الشيطان. يعني كنت أخاطبك وأنت في الإدراك الواعي وتحاول تمسك نفسك، ما تستطيع، صحيح، ما تستطيع أبدا. ونحاول ساعات نسترخي هيك نقول بالك تخاطب أنا نفسك، قاعد نعم، جي يأتي وقت وتشير بإشارات أنت ما تتحكم فيها، تريد أن ترفع التوحيد وتملاك، الحمد لله. لأنه شيطان. هذه الثانية. المهم، ثم مسألة أخرى وهي الأهم بالنسبة لك، ولي حالتك تحتاج إلى جهد ووقت، وأظن أنت ما كنت تتوقع هذا، ما كنت تتوقع أن عندك شيطان. أنت لا أنا متوقع باللي وش خلاني يجي يعني عندك شك، شبه يقين، فهمت؟ شبه يقين بالصح، أو فرق بين أنك لا عندي، أنا متأكد باللي سحر، متأكد باللي كاين شي بالصح. صعب عليا تصديقه، راك فاهمني، متأكد باللي لا راهو موجود بصح. كأنه إنسان، تخيل إنسان مثلا مسيحي عمره كامل مسيحي، على الآخر يكتشف باللي راهو غلط في المسيحية، الإسلام هو الصح، أو عم بالو باللي الإسلام هو الصح، بصح صعيب عليه باه يترك هذاك الماضي كامل. أنا كيف متأكد باللي كاين شيء، بصح مازلت مصدوم نتاع يعني كيفاش الإيمان مي مي يعني تصدمت، نصارحك تصدمت، كيفاش يعني انا ديما عندي يقين بالغ جدا، الناس كل عقابي نقول لهم انتم مجانين، انا هو العاقل فيكم، ليس غرور ولكن ثقة في الله، صدقني ثقة في الله، راح انا ضعاف لكن انا ديما ثايق بلي سبحان الله ما نحبسش من، الحمد لله بفضل اذكر فضل الله عليا، ما نحبسش من الذكر، ماشي من ندور الى اخره، طول نذكر نقول انا مع عبدي ما دامت شفتها وتتحركني باسمي، قل ربي معايا، ربي معايا، انا لساني طول يذكر، اذا ربي معايا واحد من يقرب لي، ما دام ربي معايا النور حافني اللي يجي يتحرق. انا هذا كان الريزونمون تاعي، فهمني، مامن ومتيقن ومتشبث بالفكره هذه. تخيل بعد سنوات ونديري تحتمت عليا، شفت امور اللي ابوا هذه ماهيش صدفه، هذه ولا كاينه شيء، كاينه شيء رغم الحواجز اللي بين قوسين درتها وكنت نظن اني دايرها، كاين شيء دخل، كاين شيء يغلبني. ونديري انسان في معركه حياته كامله، صدقني يعني عمري كامل.
كامل نحاول نقرب الله عز وجل قدر ما نستطيع. من بعد كاينك تتصدم انه الشيء اللي كنت واثق فيه ما حماكش. نذكر على نفسي مش على الله عز وجل، هذا الحمد لله انا راضي، راضي بكل شيء ومستعد لكل شيء. فهمت؟ كي يقوى الايمان، كي يضعف الايمان نبقى بشر. فهمت؟ ولكن ديما نهار واحد صديقي قال لي او فيك وفيك وفيك وراك لا راك مقيوس وسحروك الى اخره الى اخره. قلت له الحمد لله الحمد لله. قال لي علاش حمدت ربي؟ قلت له على الاقل لقيت يوم القيامه شكون يحمل عليا وزري. الحمد لله. معناتها اذا قصرت في صلاتي، اذا ما صليتش اوقات في وقتها الى اخره، فذلك مش من نفسي، راهو كاين قوه اللي حكمتني انت. فقلت الحمد لله يا ربي اللي ذنوبي ربما كاين واحد اخر راح يحملها لي، عملتها لي انت، يعني ان شاء الله تكون لي خير يوم القيامه. فادخروا ذلك واحتسبوا ذلك يوم القيامه. فهمت؟ وانما نبقى ديما بشر، البشر ديما يحب روحه صحيح ويحب روحه لاباس عليه. فالفكره هذيك نتاع انه ما يقربوليش وما ينجموش يضروني ثقه في الله وليس ثقه في نفسي، صعيب عليا انها تسقط. ما نعرف فهمتني ولا فهمت كثير. فهمت؟ جاتني شويه صعيبه على هذيك. فهمت؟ وصدقني يعني تخيل عامين ما نخدمش، الشيء اللي لميته وصرفته على الدار، الشيء اللي يبقى جزء منه قلت نجازف كل، حطيت روحي انا حط روحي بلي ما نطولش، يعني حسب الوضعيه تاعي يعني. اسمعني جيدا اخيك حبيب، شكون ماك صريح. انا فهمتك الان. سامحني. لا بالعكس. المهم كم عندك من يوم في المغرب؟ جيت النهار السبت لو 23، جيت لو 23 على اساس انه باش لو 24 نفرك تاع المكتب قبل ما نجي لو 25، لانه الموعد لو 25 قلت النهار قبل باه ما نتوخرش. كريت ابارتمون في الولفة اي باسكو قالت لي الموعد في الولفة. وقبل ما تجي ما غيرتش لك هذاك الموعد فين؟ ما قالت لي الولفة. كي كريت قلت لها وقتاش، خاطر قالت لي لو 24 نكلمك نقول لك قد الساعة تجي. بتكري في الولفة؟ اني كري في الولفة ودركا صاي درك، خاطر علاش اسمح لي انا كريت من لو 23 حتى لو 25. على هذيك جبت الكابه تاعي صاي درك على اساس هي قالت لي دو جور. ايه دو جور على حسب الحاله، ولكن تحتك شيطان، شيطان واعراض وكذا. قالت لي لو 25 لو 26. انا وشو البرنامج الان عندك؟ هو لو 25 هو معايا واحد جاي من فرنسا صديق ليا، قال لي اني جاي للمغرب. قلت له مالا نتلاقاو؟ قال لي انت غيجي؟ انت غيجي؟ هو في مراكش درك، البارح وصل مراكش، البارح وصلوا في الليل لمراكش. انت يجي عندك هنا؟ لهنا سا ديبون، العشيه يمكن اليوم العشوة. قال لي نجيك لهنا ونهزك بالسياره لمراكش. ايوا فهمت، ونقعدوا في مراكش حتى لو دو. لا ما خصكش تمشي. ايه نحكي لك يعني اسمعني نقول لك شيء. راح تمشي لمركز أناسي، اسمعني جيدا، مركز أناسي، وغنتكلم مع الناس يشوفوا لك مبيت. الله يجازيك. فهم؟ ربي يثبت أجرك إن شاء الله. آمين. وتبقى فيه في المبيت هذا إن شاء الله 3 أيام ولا 4 أيام، اليوم واش اليوم الثلاث؟ الثلاث باقي. وتدوز لقية الثلاث، الأربعاء والخميس والجمعة، ثلاث أيام ما تدفع ولا درهم، ما تدفع ولا في إيجار، وما تدفع ولا في رقية ولا في حجامة ولا في علاجات، مفهوم؟ وبعدين إن شاء الله يوم السبت والأحد ممكن تروح مع صاحبك مع صديقك مراكش، إن شاء الله.
خلاص الآن روح إلى أنسي، الآن نروح لأنسي. نروح الآن أنسي ونتكلم معها حتى إن شاء الله يكون برنامج، أن حالتك أمراض مستعصية وتعطيل وتحمل مشقة وما عندك، وترى كأنك فقط اتضح أنت الآن عرفت عندك شيطان، وبعدين يعني يزيد الأمر عليك يعني نفسيا، ومجد ما يساعدك هناك نفسيا تقول كيما رحت كيما جيت. لا انت عرفت الحمد لله، تعرف كيف تعالج نفسك، تبحث عن اي شيطان كذا، لكن الشيطان يحتاج دائما عقولة، الذي عنده شيطان يحتاج الى من يساعده، ولذا النبي قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يفعل اخاه فليفعل، لان في هذا الشيطان يكون اقوى منك، انت تذكر الله ومع ذلك مختبئ ما يظهر، لان له قوه، فهمت؟ فيحتاج إلى من يكون يسلط عليه الآية بقوة ويحركه بقوة، أو أحيانا التعذيب بقوة حتى يصعد، ثم بعد ذلك الجدال والقوة حتى يتكلم ثم يعترف أو يخرج. ما الأمر ليس سهل، لأنه مقرون بك إلى الموت، لأن أنت تعرف كيف الأمور متعذر بها. فهذا الآن نروح على أنسي ونتكلم معه إن شاء الله يكون خير. نروح على أنسي نتكلم مع الأخت حتى تربط الاتصال بهم في أنسي، وتسوي إن شاء الله رقية وشوفوا لك إن شاء الله، لأن في ناس إيه عندهم شقق مفروشة للكراء بشكل طيب وقانوني وكذا. أنا شو لكن أتكلف إن شاء الله تعالى. خلاص أمشي. بارك الله فيك. أمين وياك. ماشي مشكلة، ماشي مشكلة. ومن بعد الرقية نتاع الأيام الجاية وين نسوي 3 أيام وأقول لك بعدين. إن شاء الله تبارك الله يكون خير.